استقبل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمكتب سموه بقصر الوادي رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية سعادة السيد ألخاندرو بلانكو برافو، وذلك بحضور أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية السيد محمد حسن النصر. وقد بحث سموه مع رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية تعزيز العلاقات بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا في الجانب الرياضي من خلال البروتوكول الرياضي الذي تم توقيعه بين اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية الإسبانية في سبتمبر العام الماضي، والذي يسهم في تنمية وتطوير الحركة الرياضية. قال سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نعتز بزيارة رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية السيد ألخاندرو بلانكو برافو إلى بلده الثاني مملكة البحرين، والتي تؤكد على علاقات التعاون والصداقة بين البحرين وإسبانيا في تطوير مختلف المجالات لا سيما في المجال الرياضي، والذي ينعكس بصورة واضحة على رفع مستوى وكفاءة هذا المجال، مؤكدا سموه أن اللجنة الأولمبية البحرينية واللجنة الأولمبية الإسبانية ستعملان على دعم أطر التعاون المشترك في سبيل تحقيق نتائج مثمرة تخدم المصلحة المشتركة في تحقيق المزيد من النجاحات الرياضية على الشكل الذي يدفعها لتكون نموذجا حقيقيا في تفعيل قيم ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية. من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية الإسبانية السيد ألخاندرو بلانكو برافو: إن مملكة البحرين تبذل جهودا كبيرة في دعم الرياضة وتهيئة المناخ الملائم للرياضيين لممارسة مختلف أنواع الرياضات، مما يشجع في تطبيق القيم الأولمبية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن اللجنة الأولمبية الإسبانية سعيدة بشراكتها مع اللجنة الأولمبية البحرينية بهدف تنفيذ العديد من البرامج التي ستسهم في تحقيق المصلحة المشتركة في القطاع الرياضي، معربا عن تقديره للجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لدعم تنمية وتطوير الرياضة البحرينية عبر تنفيذ سموه لحزمة من المبادرات التنموية الهادفة لرفع مستوى الرياضة والرياضيين في البحرين.